انا حاسس كاني بحلم. معقول يا ناس السعد ده كله يجيني في يومين تنين؟ انا مش مصدق روحي. صدق بالله انا كنت لسه ماسك التليفون واتصل بيكي. ما اتصلتش ليه؟ افتكرت انك يمكن تكوني عايزه وقت تفكري فيه، قلت اسيبك لحالك. افكر في ايه؟ مش فاهمه حاجه. على العموم الحمد لله على السلامه، مبروك خروجك من المستشفى. تعرفت منين ان انا طلعت؟ شايفك قدامي. في السوق بجيب بضاعة جديدة من الشركة، لقيت الكشك بيتصلح ويده، قلت الحمد لله. عشان كده طلبتيني على التليفون؟ قصدك ايه؟ بعد ما عرفت ان الكشك تمام هيرجع يشتغل تاني. انت ايه اللي بتقوله ده؟ بص يا بنت الناس، انت من حقك تعيدي تفكير وتفكري في مستقبلك، خصوصا بعد ما كل حاجة راحت. بس برضو يا شامة كان لازم تتحدثي معاي. تفكير ايه ومستقبل مين؟ انا قلت لك قبل كده يا طلعت انا عايزاك ان شاء الله يكون ما حلتكش حاجة. انا كل اللي شغلني بس انك تحافظ على نفسك وما تتهورش. نسيت كلامي؟ ما نسيتوش يا شامة، وده اللي جنني وقلب كياني. انا بعد ما سمعت كلام عمك روزيج بيقول انك عايزة تبعدي تعيني تفكير وحسابات، انا ما صدقتوش. صدقته بس لما لقيتك بتبعدي. صح عمرو زي قال لك كده؟ الكلام ده مش حقيقي، ما حصلش. امال ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا بنت الناس؟ قول الله يرضى عليكي. انا بقالي يومين وانا بلف حوالين روحي من الوجع. سلامتك من الوجع. ايه اللي خرجك يا طلعت وانت لسه تعبان؟ وجع ضربه 100 سكين اهون بكتير يا شامه. الوجع اللي انا حسيت بيه لما سمعت كلام عمك روزيك.